سمي عليه الصلاة والسلام حاشرا، سماه الله عز وجل بهذا الاسم لكونه يكون جامعا الناس يوم القيامة، فهو أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة، وهو عليه الصلاة والسلام الناس يوم القيامة يمشون على إثره صلوات الله وسلامه عليه، له لواء الحمد وله الشفاعة عليه الصلاة والسلام، وله عليه الصلاة والسلام الفضل العظيم على الناس كلهم من آدم إلى آخر الخليقة، فهو الذي يشفع لهم عند ربنا جل وعلا، وهو صاحب الحوض وله المقام المحمود عند الله عز وجل. فالناس كلهم مجموعون له صلى الله عليه وآله وسلم، هذا المعنى الأول. وقال بعض الناس إن الحاشر معناها الجامع، أي الجامع لصفات الحسن والكمال، فهو حاشر حشر جميع ما يذكر من المحاسن.